بس طبعا هنكون هنعمل لها الكونجوجيزون بتاعتها، مش هنكتبها زي ما هي كده. هنصرفها. ايوه هنا كومبليتي افيك لي فيرب ايمي شيرشي. حضرتك عارفه معنى الفيربات ولا مش عارفاها؟ أمي يعني يحب، بتاع ده يحب، تمام. شيرشي يبحث، يبحث، يبحث كومبروندر وكمبراند يفهم، وكونيتر وكنت يعرف، يعرف او يعلم واتر وإتر يكون، وبارلي. وبرلي يتحدث أو يتكلم. طب اوكي، بدأنا الكونفرنسيون. اول حاجه قال لك دون لا ري، في الشارع. ايه اللي حصل في الشارع؟ في واحده ايطاليه ان ايطاليان كان بتكلم واحد اسمه جريج، كان بتكلم واحد اسمه جريج. الايطاليه تمام. قالت له ايه؟ قالت له اكسكوزي موا جو لو ريستوران لو بورغوني، عايزه توصل لمطعم اسمه بورغوني، يبقى جو ايه؟ شرشي اللي برافو هو عليك، يبحث، جو شيرش. طبعا هشيل الار، هتبقى جو هنشيل شيرش. الايه، نصرفه بقى. ايه؟ انا ابحث عن مطعم اسمه بورغوني. قال لها ايه؟ قال لها ديزولي جو نو، انا ما اعرفش تمام. ايه، ما اعرفش المطعم ده جو نو، ها انا لا اعرفه. لا اعرفه. يبقى فيرب ايه؟ يعرف اللي هو كنت برافو عليك، كونيتر. يبقى هجيب فيرب كونيتر كنت اصرفه مع جو، وصرفه. جو نو هنشيل كونيت. بقى ال هنشيل الثلاث حروف اللي هي التي اهي والار والاو. ايوه اهي اهي، فيرب كونيتر اهو، فيرب كونيتر اهو، شايفاني؟ شايفاه؟ هتبقى جو هنحط بقى في بالظبط. فقال لها وهنثبت. كوني با لو ريستوران لا بورغوني، انا ما اعرفوش. بعدين راح قال لها ايه؟ فو اترونجير. قال لها فو ايه بقى؟ ها يكون تقريبا فعل كده برافو يكون. عليكي، برافو عليكي. هو انت غريبه عن هنا؟ هو انت اجنبيه؟ فو زات اترونجير. طبعا هعمل هصرف الاتر مع ايه؟ مع البريزون. يبقى فو مع زات اترونجير، انت غريبه. راحت قالت له ايه؟ وي، قالت له قالت وي له وي ايه؟ ها جو نقط. دي بقى هتقول بقى جو سوي تقريبا، عشان خاطر ايوه هنا صح، برضو هي هتعرف فري ايطاليان. فري. قالت له وي جو سوي ايطاليان، قالت له ايوه انا ايطاليه. تمام. بعد كده بريج قال لها مي فو ايه؟ ولكنك ميفو ايه؟ ها ولكنك ايه؟ برلي ان فرنسي، يبقى هنحط ايه؟ فيرب ايه؟ عارف لا انت لا تقولي، انت شاطره ما شاء الله عليك. يلا، يبقى ولكنك انت ايه الفرنسيه؟ ولكنك ايه؟ هنحط فيرب برلي يتحدث. ايوه، ولكنك تتحدثين الفرنسيه كويس. مي فو مو فو بارلي، طبعا البارلي اخرها زد، فيرب بارلي اهي. مي فو بارلي بيان لو فرونسي، ولكنك تتحدثين جيدا اللغه الفرنسيه. وي جو ايه فرونسي، يتحدث برضو تقريبا، صح؟ هو أو يفهم او يكون. يفهم. هي يفهم اكتر، هي جو هنا. وي جو كومبرون فرونسي، انا افهم الفرنسي. جو كومبرون فرونسي، جو كومبرون فرونسي، انا افهم الفرنسي. بعد كده قال لها فو لي ريستوران شينوا، قال لها فو ايه؟ انت بقى، انت مش، هو بيقول لها انت من الصين، او انت لا، هنا المطاعم الصينية. فو حضرتك نقط المطاعم الصينية. انت كده بتبحثي عن المطاعم الصينية يعني، لا، هي يبقى فيرب بتبحث عن يكون. مطعم اسمه بورغوني، ده مش بورغوني. قال لها ايه؟ قال لها حضرتك المطاعم الصينية، حضرتك ايه؟ اختاري لي فيرب بقى من اللي. تعرفي بقى، لا مش تعرفي. بتحبي بقى، يبقى فيربو ايوه هي بتحبي. هي دي. وصرف فيرب ايمي مع فو،
اللي هي لازم يبقى اخرها ازد. تمام. مي لي ريستوران شينوا جو كوني ان تري بون ريستوران شينوا، انا اعرف او اعلم مطعم صيني حلو قوي قوي قوي، ما فيهاش اي حاجه. في اي حاجه في الباش دي انت مش فاهماها؟ لا تمام. طيب تمام. هنا طبعا هو بيقول لك تخيلي الحوار، ايماجيني لو ديالوج بريميير رانكونت، المقابله الاولى دي اول مره بيقابلوا بعض. قال لها vous êtes, vous connaissez, vous comprenez, vous habitez, vous parlez, vous aimez. تمام، بتعبري عن الحاجات دي. تمام. حوار ما بين اتنين لاول مره بيقابلوا بعض. تمام. طيب هنا prononciation de la négation، marquer l'accent et les lettres non prononcées répétées. طبعا دي هبعتها لك، وماركي الاكسون، ابعتي لي الحاجات اللي في الاوديو مش موجوده معاكي هبعتها لك. لو 25 و 26 اكتبي عندك، هبعتهم لك ان شاء الله بعد السيشن باذن الله. بعد كده بامر الله. رونسينيمون، عندنا 20 كيستيون سور باريس، بنعمل اسوسي. عندنا ليو، هنا ليو يعني اماكن. كاسكو سي، ايه الاماكن دي معناها ايه؟ بعد كده عندنا ديس لي ستاتيو، تماثيل. وبعدين عندنا لي باريزيان، ايه لي باريزيان سيلبر، كالي لور برينون. عندنا مشاهير سيلبر، مشهورين. في ناس هنا مشهورين باريسيين، يا ترى اسمهم ايه؟ البرونوم بتاعهم الاسمهم. بعد كده عندنا اخر واحده، بسم الله الرحمن الرحيم، ليز اترانجير ا باري كالي لور ناسيوناليتي، الناس الاجانب الموجودين في باريس جنسيتهم ايه؟ طبعا انا بعت لحضرتك كونكورد، قلنا ايه الكونكورد ده؟ عباره عن ايه؟ بلس. بلس ده مكان، مكان اسمه كونكورد. طب مون مارتر، ها طلع ايه مون مارتر؟ كارتيه توريستي، مكان سياحي. بعد كده حضرتك كملي بقى، انا اللي انا بعتهم لك عايزاكي تقريهم. يلا لو ليف، لو لوفر، لو لوفر، لو لوفر دوت اللي هو المتحف. لا اون فرانسي، اون فرانسي. هنقول ام زي امي، حضرتك بصي امي مي، هدخلي حرف ي، مي مي، كانك بيقولي مياو ميوزي، يبقى ميوزي. هي دي، برافو عليك. قوليها تاني بقى، لو لوفر اميوزي، برافو عليك. ها لوليفر اميوزي، لو خلي الاو تطلع كانك بتقولي او لو لوفر، لو لوفر اميوزي، ميوزي ميوزي، برافو عليك. طب نوتردام، نوتردام دوت كان كانت اللي هي ان كاتدرال، اون كاتدرال، برافو عليك. لي تور دو لا ديفونس، دي بور، بيور، لا بيورو، 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 برافو عليك، ممتاز. بيورو يعني ايه؟ بيورو يعني اللي هو اسمه ايه؟ ديفونس، مكاتب، دي بيرو مكاتب، بيرو يعني مكاتب. تمام. كارتي توريستيك، حي سياحي او مكان، مكان سياحي. يعني هو هنا كارتي معناها حي، بس هو حي سياحي زي مثلا حي الحسين، حي مكان كده، في محلات مثلا للسياحه او في حاجات. تمام. طيب بعد كده لي ستاتيو، التماثيل. عندنا بيير اي ماري كوري، حضرتك اقري بقى يلا. بيير اي ماري كوري، ماري كوري،
ده اسمها يعني ده ايوه اسمها بيير ده اسم رجل، وماري كوري ده اسم سيدة. هتبقى دول بقى، دول كانوا علماء، هتبقى اللي هي Question physique. اقريها ايه؟ كويس. اقوليهم تاني، بيير اي ماري كوري دي سيانتيفيك. بيغ إماري كير لا كوري كو 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 كوري كوري هي دي كوري دي فين سينتيفيك سيان سيان سيانتيفيك سيانتيفيك. ايوه هي دي. ماري ستيوار، ماري ستيوار. ها مي ماري ستيوار دي بقى؟ ماري ستوار دي ملكة، يبقى اون رين 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 تمام اون رين. طب شارلز، شارلز دي جول. شارلز دي جول رجل سياسي اللي هو اون اوم ان اوم بوليتيك، ان اوم بوليتيك. لازم حضرتك وانت بتقولي الان والان اللي سمعت يعرف ان ده رجل ولا سيده، انا ولا يونيفام، فهيعرف منين؟ لازم تقولي في في اربع حاجات يعني لازم تنطقيهم حضرتك كويس قوي. الان واللو للام، الان واللا للفم. لازم لما يسمعهم سواء طفل او كبير او اي حد في الدنيا لازم حضرتك تقولي الان يعرف ان ده ام، اما تقولي لو يعرف ان ده ام ده مذكر ان ده ماسكولان، لما تقولي ان او لا يتعرف ان ده فم، ان دي فم او دي شيء مؤنث، ان دي في منا. داكور داكور تمام داكور. يال النيميرو دي فيكتور هوغو. فيكتور هوغو ده برضو إن دي مش إن أن إكريفان، أن إكريفان تمام، يعني إكريفان كريفال كاتب كاتب تمام. لوي هو تقريبا لوي العشرة خمسة الستاشر اللي هو سيزيام، لوي سيزيام دوت ملك ان روا ان روا تمام. ممكن حضرتك بقى تقريهم لي كلهم مع بعض بقى؟ يلا بس يلا بسرعة بقى، شوت واحد بقى. بري بري لا بيير لا بيير بيير كده ايوه فيير مار كور ماري كوري ماري كوري دي سنت سنت فيكت سيانتيفيك دي سيانتيفيك دي سيانتيفيك تمام سيانتيفيك ماري ستيوار 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 اون رين اون رين تمام. تشارلز دي جول تشارلز دي جول اون اوم لا نوم لا انوم هي دي ايوه انوم بوليتيك ايوه تمام. نيميرو دي لويس لويس لا في فيكتور في فيكتور ايغو فيكتور ايغو فيكتور ايغو ان اكتي لا اكتيفي. لا اكريفان اكريفان ان اكريفان أني كريفا أوكي أني كريفا أيوة هي دي. لويس زيان لويس زيان
إن رو إن لا آه. لا روي روي ان روا ان روا ان روا ان روا très bien. يلا ناخد اللي بعدها. ها اللي بعدها بقى دي الأسماء. أيوة لا نقراها الأول. باريزيان إيه باريزيان لازم نفرق. لما أقول باريزيان هعرف إن دي بور لو زوم، باريزيان بور لو فام. لي باريزيان إيه باريزيان سيلبر كالي لور برينون. يعني إيه؟ يعني الباريسيين والباريسيات المشهورين ما هو اسمهم؟ تمام. يعني بياف وبيسون وجيتا وويتسون ومارسو دول اسم يعني الجدود او اسم العائله. اسمائهم ايه بقى؟ ايما، صوفي، اديث، لوك، ديفيد. يعني دي اسمائهم، دي اسمائهم، دي برينون، دول البرينون ودول اسمهم النون. عايزين بقى نعمل اسوسي. يلا بياف. بياف اللي هي ايرث، ايديث، ايديث، ايديث. طيب ايديث هم بيعمل ايه؟ بيعمل ايه بياف؟ بياف ايديث عشان نبقى عارفينه بس. لا مش عارف. طيب ثواني كده هرفهولك. بياف ايديث مغني، مغني فرنسي. مغني مين؟ ايوه شانتور، شانتور فرنسي. يبقى هنا بياف ايديث، بياف فرنش سينجر. هي سيدة، سيدة. بيسون دي سيدة؟ أول واحدة بياف، بياف إيديس دي سيدة، بياف إيديس دي سيدة شانتور، شانتور شانتوز، شانتوز فرنسي، فرنسيز اللي هي أول واحدة. يعني إيه بقى شانتي؟ شانتوز يعني مغنية. يعني أول واحدة دي يبقى أول اسم دوت دي واحدة مش واحد؟ بياف، بياف اسمها إيديس، إيديس، إيديس اسمها إيديس بياف. دي شانتوز، شانتوز يعني مغنية. تمام. شانتوز فرانسيز، شانتوز مغنية فرانسيز. تمام. مغنية. وما ننساش بس إيه ال العلامة دي بتاعت الاس اللي هي الاكسون سي دي. بعد كده بيسون، بيسون اللي هو مين بقى؟ عايزين نعرف برضو سيدة ولا رجل؟ هنعرفها ازاي دي؟ يعني نعرفها ازاي؟ نكتب على جوجل. هو اللي بيقول لنا، هو ادرى مننا بيهم عشان احنا اصلا ما نعرفهمش. فبندخل على جوجل بنكتب بيسون، فبنقول له بيسون، هو بيطلع لنا بقى الاسامي. بنقول له بيسان اللي هي لوك، لوك، لوك. بيسان ايه بقى؟ هيطلع لوك. لوك، بيسان لوك. نشوف كده. قال لي فرنش فيلم دايركتور. يبقى ده بيسان لوك، ده رجل بيعمل ايه؟ مخرج افلام فرنسي. يبقى ديريكتور دي فيلم فرنسي. هنا لوك. تمام. كتبنا كده بيسون لوك، فبنعمل بقى سيرش بيقول لنا ايه؟ ديريكتور دي فيلم فرنسي. ده دايركتور وسكرين رايتر وبروديوسر كمان. ومنتج افلام كمان، ومنتج افلام. طيب يبقى نقول ديريكتور، ديريكتور فرنسي، مخرج فرنسي. طيب بعد كده جيتا، جيتا يبقى ايه بقى؟ بيعمل ايه جيتا؟ جيتا
جيتا ايه بقى؟ دي في دي، ده دي في دي جيتا. دي في دي هياخد انهي؟ ديفيد؟ اللي هي ديفيد ولا في سانك ولا ايما؟ سانك هياخد سانك. ايما؟ لا سانك باي سانك. ديفيد؟ طيب نشوف كده جيتا ديفيد بيعملوا ايه ولا بتعمل ايه؟ لسه مش عارفين. فرنش دي جي، طيب فرنش دي جي رجل طلع ام، دي جي فرنسي بيعمل دي جي مشهور جدا عندهم، دي جي فرنسي اكتبوا كده بيعمل الدي جي ديفيد جيتا، يبقى اسمه ديفيد جيتا. طيب بعد كده وست وينز واتسون، واتسون واتسون ايه بقى؟ واتسون ايه؟ عندنا ايما وعندنا صوفي، هنوصله بايه؟ بإيما واتسون، يبقى ايما واتسون واخر واحده مارسو صوفي ومارسو. طب نشوف مين ايما واتسون دي برضو، ادي ايما، ايما واتسون اكتريس فرانسيز ممثله فرنسيه، يبقى ايما عندنا هنا اكتريس، اكتريس اكتريس فرانسيز ممثلة. هو اللي قبل منها كان ايه اللي هو دي في دي دي جي دي جي فرانسي ولد يعني رجل، دي جي فرانسي بيعمل الدي جي، دي جي اللي هو العادي ده. دي جي فرانسي تمام. لحظة واحدة، هي إيما اتولدت في باريس بس بيقولوا عليها انجلش اكترس رغم انها مولودة في باريس، خلينا ممثلة فرنسية. طيب بعد كده صوفي مارسو، صوفي مارسو بقى شوف كده صوفي مارسو بتعمل ايه، صوفي مارسو، صوفي مارسو دي برضو فرنش اكتريس برضو ممثلة اكتريس فرانسيز ممثلة فرنسية. يبقى ايما وصوفي الاثنين ممثلات فرنسيات. تمام. طيب بعد كده عايزين ليز اترانجي اباري كالي لور ناسيوناليتي، الاجانب الموجودين في باريس جنسيتهم ايه؟ اول واحده ناتالي بورتمان جنسيتها ايه؟ طلع اللي هي امريكان أمريكان تمام. طب زلاتان، زلاتو اللي هي سيدوا سويدوا 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 اللي هو ايه؟ سويد سويدوا السويد. طب وكينزو جابوني ياباني، كينزو جابوني ياباني. طيب وبرينيس بيجو أرجنتين أرجنتان أرجنتان، وبابلو بيكاسو إسبانيول إسبانيول تمام. اوكي
في اي حاجه في الباج دي عايزين انا افهمها تاني او محتاجه اي حاجه منها؟ لا هي دي حفظ كده صح؟ اه تحفظيهم بقى عشان تبقي عارفه كل واحد جنسيته ايه او بيعمل ايه. دول من اشهر الناس الموجودين في فرنسا. Faites le test avec l'aide du professeur. Complétez vos points sur 20. Associez la question et la réponse. طيب هنا عايزين نوصل الأسئلة بالأجوبة. كيس يعني ايه كيس؟ كيس هل؟ لا هو هنا نكتبهم كده مع بعض. كي يعني من، كي يعني من، كل يعني ما، ما الكل كلها لحد هنا كلها يعني ما، بس هقول لك الفرق ما بين الاربع كلات. كيسكو سي يعني ما هذا، اخر واحده كيسكو سي ما هذا. تمام. طيب ايه الفرق ما بين عندنا كال وكال وكال وكال؟ عندنا هنا عرفتي الفرق؟ الاس هنا جمع وهنا جمع. ايوه بالظبط كده. هي الاولانيه دي كال دي للايه؟ مفرد مذكر قبل اي اسم مفرد مذكر. الثانيه قبل اي اسم جمع مذكر. الكال دي قبل اي كلمه مفرد مؤنث. الكال الرابعة قبل أي كلمة جمع مؤنث. تمام. أوكي يبقى أول حاجة كي يعني إيه بقى كياس؟ ما هذا؟ أيوة من كي يعني من هذا؟ من نختار إيه بقى؟ ثانية واحدة بس بجيب الصفحة مش عارفة راحت فين. اتفضلي. أردنسيس. يبقى من هذا؟ وبيسأل هنا عن شخص. يبقى ممكن نقول ماريا؟ لا. ماغي. ماغي؟ لا. لا. أه؟ لا. كياس يعني من هذا؟ هو بيسأل كده على شخص أي يعني شخص يقول اسمه ولا شخص مين ده؟ مين ده؟ فأنا لازم أقول ده كذا، سي كذا، سي كذا. يبقى سي 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 اون انيتيديونت. بالظبط كده. سي انيتيديونت يعني هذه طالبة، أو ممكن أقول هذا طالب. فلازم لو كيس يبقى أقول هذا كذا. لازم اجاوب بكلمة ست. سي لا سي. سي او سيسون. سي للمفرد وسيسون للجمع. السي للمفرد والسيسون دي للجمع. سيسون. سيسون. تمام. اوكي يبقى كياس نيميرو 1 سي ستون اتيديونت. طيب نيميرو 2 يلا حاولي تجاوبي. كيل ايه سون برونو؟ ايوه كيل ايه سون برونو؟ عايزين اسمها ايه؟ ماري. برافو عليك. كيل ايه سون برونو؟ ماري. تمام. نيميرو 3 كيل ايه سا ناسيوناليتي؟ عايز الجنسيه بقى. ايوه جنسيه. بس جنسيه بنت مش ولد. هو عايز جنسية بنت عشان قال لك كل المفرد المؤنث. دي كل دي المفرد المؤنث جنسيتها ايه؟ تمام.
اللي هي دو ال ايه قلنا الايه ال ايه الي فرانسيز. الي فرانسيز، تمام بيجي في ليتا فرنسي. تمام نيميرو دي كل لانج لانج لانجو لا كل لونج ال بارل ينبغ أي لغة تتحدثها؟ تمام. اللغات اللي بتتحدثها ايه اللغات اللي ما هي اللغات التي تتحدثها؟ عندي فرنسي، إيطالي، إسبانيول، ألمان. برافو عليك، فرنسي، اسبانيول، اي المان. تمام. نيميرو او كيل سو سيس لا كيل سون سي، كيل سون سي زانتيري. الاس وبعدها حرف فويل تتنطق زد. كيل سون سي زانتري، كيل سون سي زانتري. ماشي. كيل سو سن سي سي زانتري، سي زانتري. تمام. عايز هنا ايه بقى؟ ما هي يعني ايه اهتماماتها او نشاطاتها؟ اللي هي نشاطات، ايوه الانشطه هنقول اللي بتمارسها او الالعاب اللي بتمارسها. نمروتيس اللي هي سو سون. لا سي سون دي دانس. لا سي سون سي دانس. لا الانشطه اللي هي بتمارسها. ايش احنا خدنا دي ودي، هي اللي يبقى كتر بقى مبروك. تمام كتر، ايوه اللي هو لو هيب هوب الى زومبا، بتمارس الزومبا، بتمارس الهيب هوب والزومبا. اخر واحده اقراها لي كده. يعني الجمله دي اللي ايه اسمها ايه؟ لوت ايه؟ لوت هوب. لو هيب هوب الى زومبا دي لعبه الهيب هوب، اللي هو عارفه اللعبه بالطوق اللي بيبقى مدور ده، اللي بيبقى خشب مصنوع من الخشب بيلفوا بيه، ده اسمه هيب هوب. تمام. والزومبا طبعا معروفه، يعني اللي هو الرقص على الزومبا اكزرسايز، اللي هو التدريبات بتاعت الزومبا. ماشي. هنا بتقول كيس كوسي لو ما هذا مش بقى غير نمرو سيس اللي هي سو سون سيس دانس. سو سون سي دانس. سو سون دي، سو سون دي، سو سون دي دانس، يعني هؤلاء برقصات. سو سون دي دانس، دي دانس. هي جاية دي؟ أنا مش شايفاها دي. ماشي. لا هي دي، سو سون دي دانس. تمام. اوكي. هنا بقى حضرتك هتفرقي ما بين الزد والاس، تسمعيها طبعا كويس قوي، اللي هي نيميرو 27. امتى تسمعيها جراك او الاي، وامتى تسمعيها الاي، اللي هو الفرق ما بين الجراك والاي والاي. تمام. هتعرف تسمعيها لوحدك ولا تسمعيها دلوقتي؟ عادي. طيب نسمعها كده مع بعض. Unité 1, 4, phonétique. Distinguer U, OU et I. Répétez. Salut Lou. Yal. Oli Aoui Louahda. Yal et salut. Lou. Aïwa. Salut Lou. Salut Lou. Salut Lou. Ok. Nesma kede Tania. Elisa. Salut Lou. Salut Lisa. Tu habites où? Rue de Rivoli? Rue du Roule? Non, j'habite à Toulouse, dans la Nouvelle Avenue, tout près de la statue. Hein, pas bali kida ouliha? Allez, salut Lise. Là, salut Lou. Salut Lisa. Tu habites où?
يلا قوليها من الأول. سالي لو، سالي لويزا، تو أبيت أو؟ Rue de Rivoli, rue du Roule. Rue du Rivoli, rue du Roule. Non, j'habite à Toulouse. Non, j'habite à Toulouse. Dans la nouvelle avenue. Dans la nouvelle avenue. 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 Tout. Tout, tout près de la statue. 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 De la statue. De la statue. يعني بالقرب من التمثال. Tout près de la statue. تمام. فاهمة ال ال الديالوج ده؟ هي بتقول لها ازيك انا اسمي اليزا. لا هما واضح ان هما اصحاب. قالت لها سالي لو، اهلا ليو، اهلا ليزا، انت ساكنه فين؟ قالت لها ساكنه في شارع اسمه ريفولي. قالت لها ساكنه في شارع ريفولي ولا ساكنه في شارع رول؟ قالت لها لا انا ساكنه في شارع تولوز دون لا نوفيل افينيو، في الساحه او في في الميدان الجديد بالقرب من التمثال. تمام. طيب بعد كده باج 26 27 باج 27 موديفيي بريسيزي. عايزين نفرق ما بين الان والان والدي. الان والان والدي دول بيتسموا ايه؟ دي ديز ارتيكل انديفيني. ليز ارتيكل انديفيني. برافو عليك. انديفيني. طيب ديز ارتيكل انديفيني اول واحده. Tu connais le 5e arrondissement de Paris؟ قالت لها وي سي. يبقى هي هنا واحدة، يبقى هنقول اون. ستون. احنا عايزين كارتيه نعرف اذا كان كارتيه بياخد ان ولا اون. هي كارتيه يعني حي او مقاطعة. كارتيه سيمباتيك يعني حي ايه جميل. يبقى كارتيه نعرف كده بياخد ان ولا اون. يبقى هنقول ان عشان خاطر حرف الاول اللي هو في اخر الكلمه الثانيه. لا هو كارتي بياخد ان. كارتي هنا ياخد ان. فور 27 تمام. عندنا الان والان. قلنا وي سيتان كارتي. سيتان كارتي الحي ان بياخد ان. هنا سيتان كارتي. سيتان كارتي. سيمباتيك افيك الانيفرسيتي الجامعه بتاخد ان. ان انيفرسيتي. تمام. طيب بعد كده سينما وريستوران ياخدوا ايه؟ دول جامع كده؟ تمام. دي سينما ودي ريستوران. دي سينما دي ريستوران. كده جو كوني كافي. كافي تاخد ايه؟ كافي دي مذكر هتاخد ان. ان كافي. تمام. دون لو 5e arrondissement il s'appelle le Danton. كتبتيهم كلهم؟ تمام. بعد كده اللولا لي الابوستروف دي اسمها ارتيكل ايه بقى؟ هي أول واحدة إحنا ليه حطينا إيه؟ عشان الكلمة دي مذكر؟ حي. كارتييه اللي هو الحي أو المقاطعة ياخدوا أن. والتانية يونيفرستي اللي هي الجامعة؟ يونيفرستي الجامعة. تمام. ماشي تمام. كومبليتي افيك لو لالي الابوستروف، روغاردي
دول اسمهم ارتيكل ايه بقى؟ دول ارتيكل ايه؟ ارتيكل ديفيني. ديفيني ديفيني. تمام ادوات ديفيني. تمام ادوات المعرفة. تمام اللي هم ايه؟ روجاردي. روجاردي ايه؟ روجر دي يعني يقرر. لا روجاردي انظر. ينظر انظر ينظر ينظر. دي ايه بقى؟ لولا ليه الابوستروف؟ هي هنا عشان اخرها حرف فوتو دي صور، تمام. حرف الاس هتبقى ليه ده روجاردي لي فوتو. تمام ايكوتي اسمع يسمع دي ديالوج. هي دي عشان اخرها حرف الاو ممكن تاخد لا. لا ديالوج الحوار ياخد لو. لو ديالوج ايكوتي لو ديالوج. اسمع الحوار او المحادثه. تمام ليزي اقرا. يقرا نقط اكسرسيس. اكسرسيس هتبقى لو. ركزي. ما مش عارفة هي صراحة مؤنث ولا مذكر. هي حرف فويل. أولها حرف فويل. أولها حرف متحرك. أولها حرف متحرك هتاخد إلا أبوستروف. أيوة كده برافو عليك. إلا أبوستروف. إيه هي حروف الفويل بقى؟ قوليهم لي. اللي هي حروف كلمة أيو. أيوة اللي هي اللي هي ال والأو والإي والأو والأش والإجراك. والأش في الإجريج. تمام. في بقى حاجة اسمها أش ميل وأش أش حاجة تانية. أش ميات يعني الأش في اللغة الفرنسية، ميات يعني صامتة زيها زي العدم بالظبط. تمام. بعد كده كومبليتي الكلمة اللي بعد كده. كمل كومبليتي يكمل في فريزي هتبقى ايه؟ لولا لي ولا الابوستروف؟ لا دي هتبقى جمع ليه. تمام ليه. طب اللي تحتها برضو فراز برونونسي. برونونسي اتهجى. اتهجى الجمله دي اللي هو الهجاء. ها هتبقى لا. لا فراز. تمام لا فراز. هي كلمه فراز يعني ايه؟ اتهجى الجمله. اتهجاها. وكلمة مؤنث صح؟ اه تمام. امال برونونكي ده الاسم؟ برونونسي. برونونسي يعني تهجى. برونونسي. برونونسي. طب والتانية اللي جنبها اللي هي فريز. فراز. فراز يعني جملة. فراز اللي فوقيها برضو تتنطق برضو فراز جمل، انما فراز اللي تحتها جملة. تمام تمام كده مفيش حاجة. اوكي طيب بعد كده كومبليتي افيك ان ارتيكل ديفيني ولا ان ديفيني؟ ها فين هتكملي ديفيني ولا ان ديفيني؟ يلا جابيت غرونوبل سي سي بيل. بيل دي يعني جميلة. صغيرة. جميلة. جميلة ولا صغيرة؟ لا جميلة. جميلة. مدينة جميلة. جابيت غرونوبل سي اكتب ايه؟ هي هنا دي بقى مش هي كده. ما هو مش هنا وضح لي، قال لي مدينة جميلة بس ما قاليش هي فين ولا أي حاجة يعني. أما أنت هتقولي أرتيكل دي ولا عندي فيني؟ هتقولي لولا لي الأبوستروف ولا تقولي إيه ولا إين ولا دي؟ قال لك بقى تختاري بين ده وبين. هنقول عندي فيني. عندي فيني هتقولي إيه؟ سي إيه؟ عشان هي مؤنث. تمام c'est une belle ville avec هو قال هنا جرو كامبيو 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 اي يونيفرسيتير
مع كامب كبير في الجامعة. وهي الجامعة مؤنث، ممكن ناخد برضو إيه؟ لا، ما هو جرام مذكر ولا مؤنث؟ الجرام. لا، مذكر طيب، مذكر. فيك ان، يبقى فيك ان، لان ده مذكر. انا ماليش دعوه باللي بعدها، انا ليا دعوه باللي هكتبها بعدها على طول، الكلمه اللي بعدها على طول، ماليش دعوه ببقيه الجمله. ركزي بقى ايه ان تتكتب الحاجات دي قبل الكلمه. يا ترى الكلمه دي مذكر ولا مؤنث ولا جمع؟ تمام. تمام. يبقى هنا ان جراند جابيت جرينوبل افيك ان جراند ان بيل فيل افيك ان جراند كامبو universitaire. Grenoble est dans. داخل ايه؟ جرينوبل دي موجودة فين؟ تمام. هنقول هنا نستخدم أدوات تانية بقى ولا هي نفس الأدوات؟ عندك اختاري ديفيني او انديفيني. هنقول هنا إلا أبوستروف، هنختار ديفيني. لا، ما في اس في الاخر. يبقى ليه جمع. ليزالب يعني جرانومبل دي موجوده جوه جبال الألب. سي ايه؟ نقط فيلا. فيل دو. فيل فيل دو دي ستاند هيل. يبقى نقول لا، صح؟ الو، ايوه مع حضرتك. هنقول لا سي. لا، لا. ما ينفعش سي. لا، ما ينفعش. لا، c'est une ville de Stendhal. c'est une ville de Stendhal. هنقول une بقى. ايوه، c'est une ville. هناخد une. تمام. بعدها auteur de livre le rouge et le noir. هناخد إلا أبوستروف. إلا أبوستروف كده. ألو، إزاي؟ أنت ما خدتش بالك. ألو، ايوه مع حضرتك. تمام. اوتور هتاخد ايه؟ هتاخد إلا أبوستروف. تمام. لوتور دو ليفر اللي هو الكاتب بتاع الكتاب الاحمر والاسود. جو كوني اتيديان اترانجي ا غرونوبل. Il habite dans rue Jean-Jacques Rousseau. تمام. يبقى جو كوني ايه؟ جو كوني، ما هنا دي مش حاجة معروفة، صح؟ تمام. هما طلبة كتير. هنقول دي. لا، جو كوني لي. انا اعرف الطلبة. جو كوني لي، اعرف الطلبة اللي هم الاجانب. اجرينوبل إيل أبيت، اللي ساكنين فين؟ في اللو بقى. اللو دون لا ريو، دون لا الشارع بياخد لا. لا ريو جون جاك روسو. دايما بيبقى فيه يعني إشكالية للمذكر والمؤنث، إمتى أكتب لا ولو وآن وإن. دي بتاخد وقت طبعا عشان بتبقى بالممارسة وحفظ كلمات كتير. يعني اي كلمه تمر عليكي تبقي عارفه ان دي مثلا بالخبره او الممارسه تعرف ان دي مذكر او مؤنث. ملهاش قاعده ثابته على فكره، يعني تمام.
يعني غالبا هو بيقال الرجل الأساسية إن أي كلمة آخرها أ تبقى فيمينا، أي كلمة تانية تبقى مذكر. ولكن طبعا برضو لكل قاعدة استثناءات، فعشان أعرف الفرق ما بين دي ودي هو لازم أسمع كتير وأكتب كتير الكلمات دي، هبقى تبقى ثابتة في دماغي دي فيمينا ودي ماسكولا. طب انا دلوقتي في الاكسرسيس دوت، انا مش عارفه افرق برضو بين ان انا امتى احط ادوات اللغز اللغز. اندفيني تمام، هو تمام. المكان، لان دي اسمها ادوات نكره وادوات معرفه. اللي انا اعرفه اعرفهم اللي هي اللي لا ليه الابوستروف، اللي انا ما اعرفهمش نكره بالنسبه لي هتبقى ان وان ودي، يعني برضو مش هتعرفي تفرقي ما بينهم قوي برضو بالممارسه. يعني بصي في بعض الحاجات كده مهما تقلك من كلام لا هي ممارسه. تمام. اوكي يبقى خديها احفظيها كده بالشكل ده، لو جات لك اكتبي كده عشان ان شاء الله تعديها بامر الله باذن الله. إن شاء الله. On peut imaginer un test 10 questions sur votre ville ou votre pays, utiliser les questions du test. اللي هو الأسئلة بتاعت التست، هنتكلم عن مدينة معينة. J'habite au Caire مثلا، c'est une belle ville avec un grand campus universitaire، فيها برضو جامعة كبيرة اللي هو l'Université du Caire أو جامعة القاهرة. Grenoble est dans les Alpes, Mangouda Goua Gibel Alpes. C'est une ville de Stendhal, l'auteur du livre de Et le rouge et le noir. Je connais les étudiants étrangers à Grenoble. Il habite dans la rue Jean-Jacques Rousseau. جوه شارع اسمه جون جاك روسو، جون جاك روسو ده شارع اسمه كده. طيب بعد كده ريفليشيسون لي زارتيكل انديفيني اي انديفيني دون لا بارتي لي ليو اوبزيرفي لي زارتيكل كلاسي لي دون لو تابلو. بتشوفي التكست ده وتطلعي منه الـ الاماكن والكلمات، كلمات المفرد المذكر وكلمات المفرد المؤنث والبلوريال. تمام. في الاكزرسيس اللي فات، اللي في الاكزرسيس اللي هي اللي فوق، اللي في الاكزرسيس ده طلعي الان والان والكلام ده كله. تمام. بعد كده كومبليتي لي تابلو لي زارتيكل ان ديفيني برضو. ان كارتيي كاتدرال بلوريال رو. فاهمها؟ هنا هنحط، هنا هنحط دي، وهنا عند كاتدرائيه هنحط ان. تمام. وريو عشان كده اس بلوريال فهحطها في البلوريال. دي تمام. هنا برضو اهو ماسكولين سنجولي مفرد مذكر، فيمينين سنجولي مفرد مؤنث، البلوريال اللي هو الجمع. تمام. اوكي بعد كده بوان انفو ليزيترونجي اي باري، الاجانب وباريس. ممكن حضرتك تبداي تقري. Il y a باغي دوز، مش عارفه بقى العلامه دي تتقري ايه. بورسون بتتكتب كده، دوز اللي هو البيرسنت دي بتتكتب كده بورسون، بورسون. علامه في الميه بورسون. بورسون تمام. بورسون دو ايه؟ اترانجي دول اترانجي. ايوه. ايل فونيت ايل فيان ايل فيان فيان ايل فيان افريقيا دول افريقيا دا افريك دي نور افريقي دو نور. الو جري الجيري، الجيري اللي هي الجزائر. الجيري الجيري الجزائر. عمر ماروك، ماروك المغرب. ماروك
تونيزي 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 اللي تونس تونيزي دو دي قصدي دي دي بي 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 دي بي دو لافريك فرانكوفون دي بي بي دو لافريك فرانك فرانكوفون فرانكوفون دو دوروب 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 اكسبينج اسبانيا اسمها ايه؟ اسبانيا اسبانيا ايطاليا ايطالي ايطالي بورتغال بورتغال ايتيك اكسترا اكسترا ازاي اكسترا دي؟ اكسترا اللي هو الى اخره. ما في ما فيش حرف الار خالص يعني. ما هي دي بنسميها اكسترا اللي هي دي الاي تي سي دي اسمها اكسترا. ماشي اكسترا او او داسي اس داسي 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 فيتنام 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 des étrangers des étrangers des étrangers حرف الزد des étrangers célèbre célèbre à Paris artistes là des artistes ما هو الاس وراها حرف ويل des artistes des artistes blank بلانكلي شو كوريغراف اسبانيول كوريغراف اسبانيول مارجين ساترابي ساترابي اوتور دو بي دي اوتور دو بي دي Et cinéaste iranienne. Et cinéaste iranienne. Michael Barcelo. Michael Barcelo. 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 Peintre espagnol. Peintre espagnol. Andy Gardini. DG anglais. DG anglais. Arik Levy. Designer israélien. Daniel israélien. Des écrivains. Des écrivains. Zoé Valdé. Zoé Valdé. Zoé Valdé. Cubain. هو زوي ده اسم بنت على فكرة زوي ده اسم بنت ماشي نانسي إستون كنديان دوغلاس كينيدي أمريكا تمام ياسمينة كادرا ألجيريا Des comédiens. Des comédiens. Juliana Carneiro. Dacona. Brésilienne. Des hommes politiques. Ho Chi Minh. Vietnam. Vietnamien. Vietnamien. دول الأجانب الموجودين في باريس بيمثلوا في باريس نسبة 12% بيجوا منين؟ بيجوا من أفريق دي نور شمال أفريقيا من الجزائر والمغرب وتونس ومن بعض دول أفريقيا اللي بتحدث اللغة الفرنسية ومن أوروبا من أوروبا عندنا بيجي من أسبانيا وإيطاليا والبرتغال إلى آخره أو بيجوا من آسيا من فيتنام.
طيب أشهر الناس الموجودين، المشاهير الموجودين، الأجانب المشاهير الموجودين في فرنسا هم دول، فنانين أو كتباء أو كوميديين أو أشخاص ليهم علاقة بالسياسة. هم قسمهم 4 فئات. تمام. بعد كده كرييه لجروب فيسبوك، هتعملي فيسبوك، ازاي تعملي فيسبوك؟ كومبليتي لو فورمولير افيك سي انفورماسيون، او كومبليتي لو فورمولير افيك فو انفورماسيون. تعملي بقى الايميل بتعمليه ازاي؟ تروفي ان نو بور فوتر جروب، تختاري اسم للجروب بتاعك او للكلاس بتاعك، اعملي فيسبوك عليه رجل دي سينو. طيب بعد كده كريي فيك لا ليست دي ممبر دي جروب، كومبليتي لو تابلو. بتكتبي بقى ايه؟ النو والبرينو والفيل او الكارتيه والبروفيسيون واللونج بارلي، وتعملي الجروب بتاعك. هي ايه التالتة دي؟ الكلمة التالتة انهي واحدة؟ اللي هي في الجدول اللي حضرتك كنت لسه جايبه. عندنا النو اللي هو اسم العائلة، البرينو اسمك انت، اسم الشخص نفسه، الفيل او الكارتيه المدينة او الحي، بروفيسيون او اكتيفيتي، البروفيسيون المهنة، الاكتيفيتي الانشطة اللي بيمارسها، لونج بارلي اللغات اللي بيتحدثها. تمام. هو انا بقى اكمله منين؟ يعني ده من عندي انا؟ اه من عندك انت. بيقول لك تمام. كرياني انشئي، انشئي. تمام. بعد كده اخر بارج هنا عندنا شوازي سي فوت او فو بيرسوناليتي بريفيري، اختاري الشخصيات اللي انت بتفضليها. اتكلمي عن 5 فنانين او 5 كتباء او 5 شخصيات سياسية، وهتقسمي الموضوع ده بينك وبين الفصل بتاعك. في هنا حاجة اسمها جن، يعني أنا أحب. بتحبي إيه؟ في بعض الأكلات بتحبها، وجو نيم با، أنا لا أحب. بتحبي إيه؟ بحب لو كوسكوس تمام. اللي هو الكوسكوسي، لي فيلم دو ميلاني لوران، بحب أفلام ميلاني لوران، بحب لي كافيه دو كارتيه باستيل، بحب الكافيتيريا بتاعت حي الباستيل، بحب القهوة الكافيتريات بتاع حي الباستيل، بحب سينما دو لا رو شامبوليون، بحب سينما شارع شامبليون، بحب الاكسان زيتيديون روس، بحب الاكسنت بتاعت الطلبة الروسيين، بحب لا بيبليوتيك دو لونيفرسيتي، بحب مكتبة الجامعة. طب مش بحب ايه؟ مش بحب لا ميوزيك كلاسيك، الموسيقى الكلاسيكية، مش بحب لي فيلم دو تارانتينو، مش بحب افلام التارانتينو، مش بحب لي ديكزارسيس دو جرامير، مش بحب التدريبات بتاعة الجرامير. تمام. طيب بعد كده لا كونستركسيون دو ونو، اللي هو امتى، اللي هو اسمها الارتيكل كونتراكتي، بجيب دو والنو لي فيلم دو تارانتينو لي كافي دو كارتيه باستيا، فبتختاري الدو لا تقولي جمله دو الابوستروف ودو لي، اللي هو الدو او الدو وراها ايه؟ وراها الاسم. طبعا لو دو لا هتجيبي اسم مؤنث، مؤنث مفرد، دو الابوستروف هتجيبي اسم اوله حرف فويل، دو ليه هتجيبي اسم جمع. تمام. طيب بعد كده هنا لي فرونسي لي ريسو سوسيو، الفرنسيين وشبكات التواصل الاجتماعي، لي ريسو سوسيو اللي هي التواصل الاجتماعي. بيقول لك ان 85% دي فرونسي اتيليز انترنت، 85% من الفرنسيين بيستخدموا او بيستعملوا الانترنت. لي ريسو سوسيو بوليتيك تان فيسبوك 63%، 63% فيسبوك، 47% سكايب، كوبان دافون اللي هو الصداقات او انشاء صداقات 32%،
جوجل ترانسليت. سكايب يعني سكايب ده برضو حاجة بتكلمي أصدقائك عليه. سكايب نوع من أنواع برضو استخدام الإنترنت. آه زي برضو زي هو بتكلمي أصحابك عليه زي الماسنجر كده. زي الماسنجر انستغرام الحاجات دي. آه زي الماسنجر. يوتيوب 27%، تويتر 17%، اللينكد إن 14%. كده احنا خلصنا يونيتي. ان في اكسرسيس فوق فين؟ في البادجت دي برضه انزلي. ايوه لا مش البادجت اللي احنا كنا فيها دلوقتي، ده اللي هو ست. ست ده انت اللي هتعمليه ديفوار. طب انا امتى انا ازاي بفرق بين اللولا ليه واحط اللي هي الدو والدولا والحاجات دي؟ الدو قبل الدو والدو. قال لك الدو اي اسم من غير ما يبقى فيه ارتيكل، اللي هو نوت وان ارتيكل، اللي هو ما يبقاش فيه لا ان ولا ان ولا لو ولا لا. نوت وان ارتيكل تستخدمي دو. طب امتى تستخدمي دو؟ الدو قبل اي اسم مفرد مذكر. طب والدولا قبل اي اسم مفرد مؤنث. والدو الابوستروف قبل اي اسم يكون اولها حرف فويال. ادي للبلوريال للجمع. كتبت ولا لسه؟ يعني اول واحده دي استخدمها، اول واحده استخدمها لما ما يكونش فيه اللي هي ادوات المعرفه. لا ادوات معرفه ولا ادوات نكره، الاثنين لازم ما يبقاش لا دي ولا دي. يعني ما هيش مستخدمه كده لان كل الجمل هي فيها ادوات معرفه. ما اعرفش، هشوفك بقى بكره ونتفق نشوف بقى هتحليها ازاي. ماشي. اهم حاجه ان شاء الله، اهم حاجه تقري لي كويس قوي قوي الاوتيل دي، لانه مي اللي هي البيلان اللي هي باج يا ستي، بسم الله الرحمن الرحيم، باج 30 و 30 ان، تحفظيهم زي اسمك بالظبط 30 و 30 ان. واي حاجه تقف معاكي قولي لي 30 و 30 ان و 32، تحلي لي اي حاجه موجوده 31 و32 ولحد هنتوقف لحد 32. لو فيهم اي حاجه بامر الله نبدا بيهم بكره باذن الله. تمام ماشي اوكي. هنتفق على الميعاد بامر الله على الواتساب، هنشوف الميعاد المناسب باذن الله. هو الساعه 2 كده مناسب بالنسبه لك او الساعه 3؟ تمام هنظبط برضه. خلاص اوكي، باي باي، مع السلامه، اوفر. Au revoir.